السلام عليكم، اهلا وسهلا، تفضل اخي، كيف الحال؟ عساكم بخير. اهلا وسهلا، نوم مره، تفضل معي. وين بتحب نجلس؟ نجلس في الصالون ولا على البلكونه؟ الان قد تقول يعني محمد، انا عارف السؤال اللي في بالك، بتحكي محمد وين الاثاث؟ يعني انت معقول تجلس هكذا؟ انا مخبرك صراحه، انا اعيش حياه التقليليين يعني، واحاول دائما اتخلص من الامور التي لا تلزمني بامور عوضا عنها. يعني لماذا قد يلزمني صالون؟ اذا جاء ضيف كريم مثلكم اجلسوا هنا، يعني مقعدين كافي. لا صراحه امزح، انتقلت جديد للعيش هنا ولم اقم تاثيث الشقه بعد لانشغالي، ولكن بما انك موجود انا احببت ان اقوم بهذه المزحه معك. ولكن هناك يوجد اشخاص حقيقيين يعيشون بمثل هذا الواقع، دائما يحاولون التخلص من الامور الكثيره الموجوده في حياتهم ويسموا بالتقليليين او المينيماليزم. دعني اعزمك على شيء، تفضل. هذا الشاي يعني أعددته قبل قليل، سأقوم بتسخينه إن شاء الله ونستمتع به. يعني هؤلاء الأشخاص أو التقليليين أو المينيماليزم تجدهم لا يهتمون بالملابس والماركات، يشتري فقط ما يحتاجه ومستعد لدفع مبلغ كبير جدا على أمر يحتاجه عوضا عن دفع مبلغ قليل على أمر لا يدوم طويلا أو لا يحتاجه. هذا الأمر صراحة جميل. ايضا تجده مستعد لدفع يعني مبلغ على شيء مستعمل اذا يلبي الغرض. دائما يحاول توفير اكبر مساحه ممكنه في بيته، وبالتالي التقليل من مخلفاته، فلا يستخدم البلاستيك ويعوضه بامور يعني يمكن اعاده تدويرها. صراحه يوجد امور انا احبها بهم وامور لا احبها، مثلا موضوع على الكريدت كارد لا يملكون بطاقه ائتمان، وهذا شيء صراحه احبه. تجدهم ايضا لا يتناولون الاغذيه المعدله جينيا، الاعتقاد في أنفسهم أن هناك قوة مهيمنة تسيطر على الشعوب وتسوقها لإرادتها وهو لا يريد أن ينساق لهم. يعني أمور كثيرة. هذا الشاي أساسا كان ساخن فأعتقد يكفي. طبعا أنا أحبه نصف ساخن نصف بارد. كيف تحبه أنت؟ مثلي؟ أوكي. طبعا هذا ليس شاي تركي، شاي عربي. أنا أشرب شاي الطريقة العربية ولكن في شاي تركية. طبعا هذا الشاي يسمى بالأتشيك شاي اللي هو الشاي الفاتح، والأتراك جزء منهم يحبوا هكذا وأنا أيضا أحبه، لا أحب أن يكون غامق جدا. طبعا السكر الخاص بك كيف؟ وسط، لأن هذا وسط، وسط نعم. تفضل أخي، طبعا دير بالك ساخنة. يعني أمور كثيرة قد تجدوها في هؤلاء الأشخاص التقليليون أو جزء منهم، ولكن يعني هذه الأمور كلها أو جزء منها بتعددها وتفردها أنا أحترم ذلك الشخص التقليلي. تفضل. لأنه بسيط، يعني الجمال في البساطة كما يقول مثل الفرنسي. طبعا ربما أثقلت عليه في الكلام، ولكن لا يوجد أجمل من كاس الشاي وموضوع شيق الحوار، ما رأيك؟ يعني تلاحظ أن الأغنياء سابقا كانوا ينفقون أموالهم على أمور تظهر غناهم، مثل السيارات الفارهة، القصور الفخمة، الحيوانات المفترسة، وذلك لإظهار مكانته في المجتمع والتباهي بما يملكون. ولكن الزمن تغير فأصبح الفقير المعدم يتباهى بما لا يملك، فتجده يشتري أغلى أنواع الماركات ويلبسها ويتصور بها على موقع التواصل الاجتماعي. فالأمر غريب صراحة. ولكن على الطرف الآخر بعض الأغنياء أو جزء منهم تجد أن ملابسهم متوسطة الثمن، يعني تعرف بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت عليه الضمان في بلوزة 10 مؤتمرات لبسها، الأمر غريب صراحة. أيضا يعني في السابق كان التسوق يحتاج إلى وقت وجهد كبير، تحتاج إلى الذهاب إلى السوق بنفسك وبذل جهد هناك، ولكن الآن أصبح التسوق سهل جدا من خلال نقر زر، تشتري ما تريده بالكمية التي تريدها. يعني كل ما ذكرت إلى الآن يقودنا نحو هدف واحد، ما هو برأيك؟ وهو أن نقوم بملء المساحة الموجودة في بيوتنا أو الأصعب في حياتنا إن صح التعبير. تلفوني يرن، فعن إذنك لو سمحت. ألو، يا شمع ابت تمام يرن قولي شرس مساعدين بشوان تمام هذا قولي شرس. هذا صديق لي سأقابله غدا. يعني الجمال في البساطة كما قلت، يعني أنا أحب أن يكون لدي صالون و طاولة أكل وخزانة مليئة بأصناف الملابس، ولكن ليس هذا المقصود بالمينيماليزم أو التقليل. فالمينيماليزم هو التقليل من الأمور التي لا تحتاجها
ولكن لو قللت من أمور تحتاج وهكذا تصبح بخيل. فأنت يعني حاشاك الله، تفضل شايك. فنعم يا صديقي، الأمر غريب نوعا ما، ولكن لا بد لنا من أخذ فكرة عن هذا الموضوع، موضوع شيق جدا صراحة. يعني مثلا لو تمعنت في موضوع التقليل على الأمور المادية، مثلا على مستوى خزانتك، ستجد أن هناك قطعة من المؤكد أنت تكرهها ولا تلبسها لو كانت كل ملابسك متسقة، صحيح؟ قطعة أنت لا تحبها ومع ذلك توجد في خزانتك وتحتل مساحة هناك. التقليل هنا يكون بالتخلص من تلك القطعة التي لا تحتاجها. ولكن ماذا لو توسعنا في هذا الموضوع أكثر ونقلناه على مستوى الحياة بشكل عام؟ مثلا لو عكسنا الموضوع على موضوع الفيسبوك مثلا، تخيل معي، فمثلا موضوع الفيسبوك، كم صديق هناك يوجد لك لم تكلمه من سنين، وأنت ربما لا تهتم له ولا هو يهتم لك، فقط يوجد في لائحة الأصدقاء لديك. هذا الشخص لا يهمك، التقليل هنا يكون بالتخلص من هذا الشخص. ألغيه؟ نعم، بإلغائه وإلغاء صداقته. أنا هنا لا أعرض على إلغاء الصداقة مع كل الناس، ولكن فكرة التقليل بشكل عام هي فكرة فلسفية. يعني هذا الشخص يأخذ منك وقت في تصفح منشوراته التي لا تهمك لأنك لا تهتم بذلك الشخص، وأيضا يأخذ منك جهد في نشر منشورات لإبهاره، فهذا أمر أيضا لا تحتاجه في حياتك. تقليل جيد يكون في هذا الموضوع. يعني أنت في هذه الحالة تحاول إبهار أشخاص لا تهمهم وهم كذلك لا يهمونك ربما، فعندما تقلل منهم تحاول التركيز على أمور تهمك وبالتالي الوصول للنجاح، صحيح؟ التقليل أيضا يكون على مستوى العمل، يعني مثلا التقليل في مستوى الموهبة، مثلا أنت تريد أن تحب أن تدرس مثلا الجرافيك وأهلك يريدون منك أن تصبح مثلا معلم، التقليل هنا يكون بأن تتبع ما تحب. يعني أنا أعرف صراحة شخص أصبح عمره 25 عام لم يدخل أي جامعة، ولكنه كان يحب التصميم بشكل عام، الآن يأخذ على التصميم الواحد أكثر من $1,000 لأنه يعني معه الآن شهادة تصميم طبعا. فهذا الشخص قلل في حياته، وعندما جلست معه وتكلمت معه وجدت أن هذا الشخص يعني غير مهتم بالناس، فعندما أكلمه أقول له يعني ما رأيك، ما نصيحتك مثلا الأشخاص الذين تأخروا وما شابه، يقول لي لماذا سأهتم يعني. هذا معنى الحرف تقليلي في على مستوى حياته. نعم جميل. فالتقليل يا صديقي لا يعني أنه سيحل جميع مشاكلك، ولكنه بالتأكيد سيجعلك تفكر في أسئلة مهمة لنفسك، لماذا هذا هنا ولماذا هذا معي ولماذا هذا لي، أسئلة تستحق نفسك الإجابة عليها. طبعا للصراحة موضوع الفيسبوك الذي طرحته عليك بإلغاء أصدقائك، هذه يوجد دراسة أمريكية أو استبيان عرض على مجموعة من الشباب وسألوهم هل تستطيع الاستغناء عن ذلك الشخص، وجزء كبير منهم قالوا لا نستطيع التخلي عنه، وكان السبب أنهم يحبون أن يكون لديهم طبقة متابعين حتى لو أنهم لا يهمهم أو هم لا يهتموا لهم. فالأمر غريب صراحة. كل فكرة التقليل أو المينيماليزم بشكل عام هي فكرة فلسفية غير مثبتة علميا، يعني لا يوجد إثباتات علمية تؤكد أن هؤلاء الفئة التقليليين أكثر نجاحا من الأشخاص العاديين مثلنا، ولكن أحببت أن يكون لديك تصور معين عن هذه الفكرة وأن تأخذ من كلام ما يناسبك، فجميل أن يكون لديك معرفة. فالتقليل لا يعني أن تتخلص من كل شيء، يعني مثلا هذه العمارة أو هذه الغرفة لو أردنا مثلا التقليل فيها نستطيع هدم الجدران، تغيير الشبابيك، ولكننا لا نستطيع هدم الأعمدة الأساسية التي تحمل هذا البناء وإلا سنسقط معه، صحيح؟ فبالتالي التقليل يكون في الأمور التي لا نحتاجها وليست الأمور التي نحتاجها، وبالتالي هذا الأمر يعطينا تصور أوضح عن الأمور المهمة في حياتنا والتي نحتاجها وبالتالي تحقيقها. أعتقد أتمنى أن تكون الفكرة قد وصلت لكم. أطلت عليك في الحديث، الآن لنجلس ونتكلم سويا ونستمع لك.